هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة، أسار في درب النبي صحب وأشرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعنق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش.